السلام عليكم الدراري. أندر إيريرا اللاعب إسباني اللي كلعب مع باريس سان جيرمان كان كيدوى على الحدث الجديد عقد مبابي، كيفاش أن اللاعبين كانوا مصدومين وتي واحد ما كان عارف ودوى على الحيتيات، لكن وجبت حكيمي في جوج مرات. هادشي كيعني بزاف ديال الحوايج، هادشي عنده علاقة كبيرة بكيليان مبابي وأشرف حكيمي، باش تعرفوا التقارب اللي بيناتهم. قبل هذا عندنا واحد الخبر مزلزل من صحيفة سبورت كاتالونيا القريبة من نادي برشلونة، حيث قالت وضحكات على الريال بهاد الكلمات: مبابي ضحك على ريال مدريد. كرر المدريديون تيك تاك تيك تاك، تغنوا طويلا بمبابي، لكن الأخير فكر بنفسه. الآن لديه مال كثير يستطيع من خلاله شراء كل شيء قابل للبيع، وليس من السهل أن تقول لا لمدريد، لكنه فعلها. لم يكترث بقميص أو تاريخ هذا النادي وبحث عن العرض الأفضل. يعني صراحة هادشي اللي طاريرا بزاف ودير بالبالة. وبالنسبة لخبر الإريرا واللي عنده علاقة بحكيمي، اسمعوا التصريحات ديالو كاملة باش تفهموا البلان. تصريحات إريرا اللي كتحدث فيها عن السيناريو المثير لتجديد عقد مبابي، بحيث ما كانش في راسهم، بحيث قال: لم نعرف بالقرار إلا مع كل العالم، لا أعرف ما إذا كان أشرف حكيمي كان على علم أو أي شخص قريب من كيليان، لم يكن لدي أي فكرة. بعد الغداء بدأنا نرى كل الأخبار التي تأتي لنا من إسبانيا، يكتب لك بعض الأصدقاء اعتقدنا أنه سيعلن في تاريخ لاحق، لقد قال قبل دوري الأمم الأوروبية، ثم رأينا أنه خرج في وسط الملعب، وعندما لم يكن في غرفة تبديل الملابس شعرنا أن هنالك شيء يتم تحضيره في الخارج، فاجأنا. أعتقد أن النادي قام بإعداد الأمر بشكل جيد وسنستمتع به في السنوات المقبلة. وأيضا مرة أخرى أجبت حكيمي، بحيث قال: بعد تناول الطعام تحدثت مع بعض الأصدقاء، لا أعرف ما إذا كان قد أخبر أشرف حكيمي أو أي شخص بالقرب منه، لكني اكتشفت في تلك اللحظة التي علم فيها العالم بالأمر. استمرار مبابي هنا يجعله أهم لاعب في تاريخ النادي. يعني شنو بغي نعطيكم في هذا الملخص ديالو؟ بلي تي واحد ما كان عارف القضية كانت مخبية، لكن وجبت حكيمي جوج مرات، وهادشي كيبين بأن حكيمي عنده واحد علاقة كبيرة بزاف، سواء داخل الملعب سواء خارج الملعب، مع كيليان مبابي. أش بالكم الخوش في هاد القضية ديال مبابي، واش مزيان أو لا؟ الله ولي فراسكم.